أنا أصلاً رجل صناعة، صاحب مشروع. خبرتي الوحيدة المفيدة في المجال ده، مش في أي مجال تاني. وإذا كان المجال ده مقفول هنا قدامك يا سليم، أديني بدور وأكيد هلاقي الفرصة. تفتكر لسه في فرص هنا يا سليم؟ حتى لو مفيش المهام، أنا هخلق الفرصة بإيديا. أهي كلمة بتقولها وفي الآخر ما بتعملش حاجة. الدنيا هاني، ميعاد الطيارة. روح نام يا أمام أنت وكامل، والصبح نفضي الشغل. أيوه حاضر جاي. أيوه حاضر. تفتح الباب يا معلمي. ماشي يا روق. قول لي نعم إيه يا معلم؟ طلبات الست أم قمر وديتها ولا لسه؟ بعت يا معلمي، بعت لها بيها الواد عيد. طب يلا خف نفسك، يلا يلا. ألو يا صباح الفل. لا المعلم زينب لسه ما جاش. مين؟ مين بيتكلم؟ حرم مصطفى رفعت؟ خبر ده مؤاخذة استهان، ده مؤاخذة. لا أستاذ ناجي بقى له أسبوع مش باين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهو المعلم وصل أهو. تحب تكلميه؟ طب لحظة واحدة، لحظة واحدة. مين يا زعتر؟ الست أم ناجي. الو ازيك يا ست نجاه؟ وازاي البي جوزك؟ نعم ناجي؟ لا ما جاش. امال راح فين ده؟ ده انا ما خليتش مكان ما سالتش فيه عليه. طيب يا حاج متشكره قوي، من فضلك لو فات عليك تقول له يكلمني. مع السلامه. برضه مش لاقيه؟ ده انا هتجنن. ليه؟ هي دي اول مره يغيب فيها؟ بياته بره البيت بقى عادة يا هانم. بيقول لي وبيبقى عند جده. ما تقلقيش كلها شوية وتلاقيه جاي. أنا احترت مع الولد ده، هو مش عارف أعمل معاه إيه. أنت السبب مصطفى. أرجوك بلاش نفتح المناقشة دي تاني. بلاش. أخبار باباك إيه؟ اسكت. أهو بابا ده كمان عامل لي وش في دماغي. ليه؟ اتخانق مع جيرانه تاني؟ يا ريت. قلب سلامته عايز يتجوز. من حقي. من حقك ما قلناش حاجة يا عبد الفتاح بيه. بس اشمعنى الست دي بالذات؟ دخلت بيتي وكانت بتمرضني، درستها وعرفت أخلاقها. بعدين خالية، لا ولاد ولا مشاكل. أهم حاجة تكون أمينة، قلبها عليك أنت مش على فلوسك. هي ما تعرفش حاجة عن فلوس، هي كل اللي تعرفه معاشي بس. على العموم ألف مبروك. الفرح امتى بقى ان شاء الله؟ مش فرح، قاعده كده على الضيق. هتحضرها نجاه بنتي وجوزها وابنها ناجي. بالمناسبه انت ليه ما بتشغلش القرشين بتوعك في اي مشروع يجيب لك قرشين جنب المعاش بتاعك؟ احمد انت هتتجوز بقى وتفتح بيت. مشاريع ايه يا طلعت بيه؟ ما راح وقت المشاريع وعهده خلاص، دلوقتي كله قاف عين. طب ايه رايك بقى ان احنا بنعمل مشروع لكن مضمون 100%؟ انتم؟ ايوه انا ورأفت واتنين تانيين. هنفتح مصنع احزاب جزم بعد خدمه حسنين باشا وعفيفي باشا. هتشتغل كونترج يا طلعت؟ احنا هنفضل عايشين في الماضي لغايه امتى؟ الزمن اتغير والبلد اتغيرت، وحاجه من اتنين، يا تجاري الجو وتشوف لك اي خرم ابره تنفد منه، يعني نفضل قاعدين قعدتنا كده كل يوم في الشمس لغايه ما نموت. ايوه طلعت. بس جزم مالها الجزم؟ هو احنا هنفتح محلات؟ ده احنا هنصنع بس، ومن التصنيع على التصدير عدل. روسيا ودول الكتلة الشرقية أحسن سوق لنا دلوقتي، بياخدوا البضايع اللي زي دي بعقود طويلة الأجل. أنت درست المشروع كويس؟ أوه ده إحنا بدأنا ننفذ فعلا. يعني دبرتوها بقى، يعني مش محتاجين حد. بيني وبينك كل ما نكبر رأس المال كل المشروع ما يكبر، بدل ما تبقى ورشة صغيرة يبقى مصنع، مصنع بحق وحقيقي. والمصنع طبعا عايز إدارة، وكان في دماغي واحد بس لو يرضى. لا حلوة. أنا بتكلم جد يا باشا. جد يا راجل يا هلسن، عايز البشوات والبهوات تشتغل السرماطية. افهمني كويس يا باشا، إحنا مش هنفتح محل نحط فيه كرسي ورنيش ولا مكنة نرقع بيها لوز ولا نركب نص ناعم، لا. ده مشروع صناعي ما يفرقش كتير عن مشروع النسيج بتاعك. ولا أنت كنت أياميها قماش ولا فاتح مانيفاتور؟ أنا دي شغلتي بفهم فيها، لكن الجلود دي أفهم فيها إيه؟ سلعة زي القماش بالظبط، ليها أسطواتها وعمالها،
لكن بمبادئ إدارة المشروع واحدة، زي ما كنت بتدير مصنع النسيج حتدير مصنع الجلود. طب والفلوس يا طلعت بيه؟ رأس مال المصنع فين؟ معانا جزء اللي قدرنا نفلت بيه من الهوجة، ولو حضرتك دخلت معانا أكيد هنغطي. والمصنع موجود، هو صحيح مش مصنع كبير قوي، لكن تقدر تقول عليه ورشة كبيرة، وده أحسن. بعد التأميم أي مشروع كبير بيلفت النظر، لكن المشروع الصغير الداري هيعدي، والورشة معروضة بتمن بيع مغري جدا. المسألة دي عايزة تفكير يا طلعت. وإحنا مفيش أي حاجة تجبرنا على الاستعجال، فكر على أقل من مهلك. تحب أتصل بيك تاني إمتى؟ أنا هنا كل يوم الصبح بعدي. أوكي. أسيبك بقى لعادل بيه. بونجور بابا. بونجور يا عادل. بونجور. بونجور يا عادل. ازاي ماما؟ بلغها تحياتي من فضلك. أوريفوار. وي بابا. أخبار الجرح اللي في راسك إيه؟ ما بيوجعنيش. بس المفروض ما كنتش أنزل بيه كده. لولا إن حضرتك مصمم إني أروح لك الحلمية. رحت لك هناك قالوا لي إنك هنا. يعني مكسوف تنزل بالجرح كده ومش مكسوف تتخانق مع اخوك في مكان عام وسط الناس؟ تاني بابا، ما هو كمان مش ممكن اشوفه قاعد مع اختي واسكت. يعني زهرة اختك وعلي مش اخوك؟ الحسبة اللي انتوا عاملينها دي ملخبطاني ومش قادر افهمها. انا ريحت نفسي، اللي قدامي وعاشة معايا تبقى اختي، اللي مش قدامي معرفوش. في حاجة تانية؟ انا رايح النادي. ايه ده يا ولد؟ انا سمحتك تقوم؟ قول لي حضرتك عاوز ايه. خلاص اجي انا معاك. اتفضل. انا ما كنتش احب يبقى فيه البعد ده بيننا. عادي بابا، انت اللي بعدت وسبتنا، وكمان قبل ما تتجوز. يا حبيبي انا لقيت ده افضل، خصوصا بالنسبه لك انت. ما كنتش احب انك تكبر على الخناقات اللي بيني وبين مامتك. دلوقتي انت كبرت وتقدر تفهم كل حاجه. استمرار الحياه بيني وبين مامتك كان مستحيل. لو كنا فضلنا عايشين مع بعض كنا فقدنا ذره الاحترام اللي بيننا. بس انا ماليش ذنب، انا مش عارف اتعامل معاكم ازاي. ماما بتقول لي حاجات كتير قوي مش حلوه ومش عايزه اصدقها. عني طبعا بتسمم افكارك وتحردك عليا. انت عارف يا عادل كل الثروه اللي عند ماما دي بتاعتي؟ انت عارف خدتها ازاي؟ لا. تعال نقعد واحكي لك. تعال يا حاج. وبيت في الاسماعيليه من غير ما تقول لهم يا ناجي؟ انا ما كنتش ناوي بيت يا علي، انا كنت حضور مقابر الشهداء وارجع في نفس اليوم. قابلت واحد من اللي كانوا بيحاربوا مع بابا سنة 51، مسك فيا، رحت معاه البيت وتعرفت بولاده. الوقت اتأخر. ايوه بس على الأقل كنت كلمت والدتك من هناك، زمانها قلبة الدنيا عليك دلوقتي. هي عارفة إني بابات بره كتير، ساعة عند عمي وساعة عند جدي. أنت لسه برضه مش مرتاح معاهم؟ أنت عارف يا علي، مصطفى بيه مش عايز يسيبني في حالي. قدامها يبين إنه بيحبني وقلبه عليا، ومن وراها يعاملني بأسلوب استفزازي مانيش قادر أستحمله. في نفس الوقت مانيش قادر اصارحها علشان ما اكلنش عليها. ناجي؟ قمر؟ كنت فين؟ بقالك اكتر من اسبوع ما حد شافك. كنت في رحله مع الكليه. انا دلوقتي هعدي على عمي في القهوه واجيبه واجي عندك. طيب مش كنت تقول قلقتنا عليك؟ اهم اهم خبر. انا اسفه جدا يا استاذ علي. زي حضرتك. الحمد لله. طب اسيبك انا بقى، اشوفك بالليل انا. ماشي، هستناك على القهوه من 7 علي. يلا يا قمر سبقيني وانا هحصلك. هستناك. طيب. مش هنتغدى الا لما تيجي. هستناك. انت فينك؟ والدتك سالت عليك وعمك قلقان، قلبوا عليك الحته كلها. هو اللي بيدور؟ هو بس سرح وراك اكتر من نص الحلميه. ادخل له احسن ابتدى يتعب. قلت له ما تسافرش الا لما تقول لي. انا وطني زيكم واكتر منكم. لا حول ولا قوه الا بالله. اهو ناجي جه اهو يا حاج. فين؟ ازيك يا عم؟ كنت فين يا ولد؟ كنت مع الكليه في رحله في الاقصر واسوان. المهم ازيك انت؟ زي ما انت شايف اهو بومبو الحمد لله. اشرب ايه يا استاذ ناجي؟ لا ملوش لازمه يا عم زعتر. انا هروح مع عمي البيت، هتغدى معاه. حلو، وحظك حلو. عمتك سمسم دبحه النهارده. يا اهلا
اهلا وسهلا يا الف اهلا وسهلا. قلبي كان حاسس ان الغالي ابن الغالي هيجينا النهارده. خدي مني يا خالتي. هي تونه الشوربه لساعتك يا اختي، هاتي عنك انت. امال فين ابوك يا فاتن؟ اصله عنده اجتماع في مجلس الاداره. يا حلاوه يا ولاد، بقى لسه زكريا بقى مجلس اداره. البركه في القرارات الاشتراكيه يا ماما. ايوه يا اختي، اسم النبي حرسك وصينك، ولو ان لحد دلوقتي مش عارفه معناته ايه الكلام. يا ام قمر، ده انا غلبت اشرحها لك وافهمها لك. يوه يا سلحاج، انا كفايه عليا ان انت واسم النبي حارسها وصينها عارفين كل حاجه. قولي يا ناجي يا ابني، مش كان الاصول برضه ان سريس جمال ينصف القهوجيه زي ما نصف العمال؟ وهم القهوجيه محتاجين انصاف يا عمتي. قول لها يا ناجي، القهوه دي مشروع خصوصي، يعني راسماليه وطنيه. العمال فيه زي عم زعتر وفاروق يا ماما، هما دول اللي بياخدوا اجر. ما شاء الله، طالعه فالحه وحلوه وفاهمه زي ابوكي والدلعاج يا عمك. يلا يا سماسم، فرقي المنابات، خلي الولاد ياكلوا. يلا يا سلحاج، فسخ الدكر يا اخويا. واجب. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاقي بابا يا حبه عيني. تونا حبيبتي وحشتيني، ما جيتيش في ميعادك ليه يا مجرمه؟ ايوه ليه قاعدين؟ معلش يا سلحاج، الواجب والاصول برضو نشوفها الاول هي عايزه ايه. تعالي يا حمديه اقعدي يا عينيا اتغدي معانا الاول. انا مش جايه اتغدى يا عمتي، لا مؤاخذه يا حاج زينهم، انا جايه بقى اشهدك على ابوها. ايه حصل ايه تاني؟ ادي تالت اسبوع والبنت ما جاتنيش في ميعادها، انا عايزه اعرف بقى بيحوشها عني ليه؟ لو كان ناوي يشتغل لي في الازرق انا هوري له الاخضر والاحمر والكحلي. كلمي كويس، واوعي تعلي صوتك في البيت ده. لسه زكريا ما بيحش البيت عنك يا حمديه. بصراحه بقى يا طنط، هي اللي مش عايزه تروح لي. البنات في المدرسه بيقولوا لي امك ارتست. يا حبيبتي امالها الارتست؟ انا فنانه يا تونه. كنت بقولهم كده يقولوا لي بتوع الكاميرات مش فنانين. ما صدقهمش يا حبيبتي، انا اشرف منهم كلهم. سيبيني. اسيبك؟ ايه اللي جرالك يا تونه؟ انت ما عدتيش بتحبيني ولا ايه؟ بحبك لكن. لكن ايه؟ تعالي يا امي. اوعي يا حبيبتي تخلي اي حاجه في الدنيا تفرق بيني وما بينك. لو بتحبيني صحيح سيب الشغل ده. اسيبه؟ ايوه سيبيه وارجعي لبابا، الحقيقه قبل ما يتجوز. ايه؟ ابوك هيتجوز؟ احسن له يتمم الجوازه ديت بسرعه وياخد بنته عنده في بيته. هناك عمرها ما هتقدر تهاوب ناحيه البيت ولا توري لهم وشها، انما هنا بقى كل يوم والتاني هتخي للبيت وتنطلنا. معلش يا سلحاج، ما هي بنتها برضه ومن حقها انها تشوفها، واحنا اتفقنا من زمان انها تشوفها مره كل اسبوع. ليه دلوقتي هيجي يرجع في كلامه؟ هو ما رجعش في كلامه، مو على يدك اهو، البت مش طايقه تبص في وشها. معلش يا اخويا، ما هي معذوره برضه من الكلام الكتير قوي اللي بتسمعه عن امها من ابوها. سماسم ما تفتريش على الراجل. شوف الراجل جراه يا زينب بقى، انا مفتريه؟ يعني ما سمعتيش قمر وهي بتحكي اللي بيحصل في المدرسه كل يوم؟ لا يا اخويا انا ما سمعتش حاجه. خلاص روح صب لنا الشاي. بتصعب عليا قوي يا ناجي، كتير بلاقيها مختليه بروحها ونازله عياط. انا متهيالي لو كانت امها ماتت كان احسن لها. حرام عليك يا قمر، انت اللي بتقولي كده. وهي عامله لها ايه؟ ما هي مسببه لها القرف ومعيره البنات وتلقيح كلام المدرسات عليها كل شويه. عم زكريا اتجوز حمديه وهو عارف انها رقاصه علمه. انا اسف يا قمر، ما اقصدش. عموما طبعا في فرق كبير بين عمتي سماسم وبين حمديه. قمر دخلي يا حبيبتي الشاي لابوكي جوه، وبعد كده بتيري طيران دخلي كوبايه اللي ما تتسمى. مش مدخله حاجه. خليه يتجوز وتعالي انتي معايا، هنقلك من المدرسه الاميري دي وادخلك المارادي جي او الليسيه. اقول لك بلاش مصر خالص، ابعتك مدرسه في بلاد بره. انا مش عايزه مدارس تانية، انا عايزه البنات والابلوات يبطلوا السيره دي. انا يا حبيبتي ما اقدرش اسيب شغلي جاري اللي ساترني وحامي ظهري. ابوكي في يوم كرشني ورماني رميه الكلاب في الشارع،
وانا مستحيل احط نفسي تحت رحمته تاني. بلاش هو، سيب الشغل في الكباريه واقعدي في البيت. وماله الكباريه يا بت؟ ماسكالي من الصبح. سيب الشغل، سيب الشغل، ده شغلي وانا امك، ولو مستعريه مني مفلقي. يا ست حمديه تشربي الشاي ولا مستعجله؟ مستعجله، مش عايزه ادفع حاجه. اعمل لها ايه دي بس يا عمتي؟ اعملي لها اللي طالباه منك يا روح عمتي. ما اقدرش، وانتي عارفه ان انا ما اقدرش. يبقى خلاص حلي عنها وسيبيها في حالها، وهتعتبر انك متي. يعني ما علقتش عادل اولي؟ بس زي ما انت بتقول انها اتأمرت عليك وخدت فلوسك، هي بتقول انك عملتها وحش واتجوزت عليها واحدة من الشارع. اتقدم يا ولد، اوعى اسمعك تقول الكلمة دي تاني. مامة اخوك كانت ست محترمة جدا، اخلاقها عالية. هي كانت فقيرة صحيح، بس عمره ما كان بالفقر والغنى. امال كان بيه؟ بالاخلاق، بالسلوك، بالنظافة والطمع كمان. الست دي اتجوزتك ليه؟ مش عشان فلوسك؟ انت مش فاهم حاجة في الدنيا. ولا هفهم حاجة، سيبني بقى اروح لاصحابي. ايه فيه؟ هو ده؟ لا ده انت الركوب خاطر معاك يا توتي. هو انت شفتي حاجة؟ امال لو سقت بيكي في طريق الفيوم ولا اسكندريه وانا مجنونه اعملها تاني؟ اتاخرتي ليه يا ست هاني؟ ايه فوزيه، انت هتحاسبيني؟ اصلي ولا اصل ولا فصل. سيدك عادل فين؟ لسه ما رجعش من بره. وزهره لسه في الكليه. مساء الخير يا نزكة هاني. ايه داني بقالي اكتر من ساعه قاعد مستنيكي جوه كده بدون مواعيد يا عمده. واحنا من امتى بينا مواعيد يا هاني؟ الا مش تعرفيني بالشاب؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هالبت ملفندي الحلوه دي يبقى زميل ابنك عادل؟ عفت به الازايرلي سليمان باشا غانم. تشرفنا. اهلا 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 يا ازا يرلي يا فندي، اهلا بيك. بالاذن، اصل بيني وبين الست حرمنا المصون سابقا موضوع سري ومهم وخصوصي، نخلصه وبعدين ابقى اسيبكم على راحتكم. مفيش بيننا اسرار يا عمده. الا امال البنت زهره دي ايه؟ زهره تبقى بنت الباشا يا عفت. منك من جنابك؟ هو جنابك ما تعرفتش ببيت العيله ولا ايه؟ الا ما هي زهره دي تبقى بنتي من جواز سابق من هانم، بالاضافه الى ابنها عادل الكبير اللي جابته من صديقي وحبيبي السيد سليم البدري. اتفضل في الصالون يا عمده. توتي دقيقة واحدة وراجع لك. توتي لا مؤاخذة، توتي بيه؟ لو الهانم اتأخرت اطلب شاي، وإذا عوقت أكتر أبقى أروح. بنت يا فوزية. نعم يا باشا. حصليني بفنجال تليو في الصالون. نانا كانت متجوزة الراجل ده؟ الراجل ده كنت تعالى شوفه في عزه. عن إذنك. سليم البدر اللي قالك كده؟ امال يعني اني بشم على ظهر كفي؟ ايه الحكايه يا نزاكه؟ ايه غرض الواد ابن البدري من البنت بنتي؟ بنتك مطلعه روح يا سليمان، واعمل معروف شوف لك صرفه معاها. خدها يا اخي ولا جوزها. يا سلام، فجاه كده خدها ولا جوزها؟ ايه تكونيش عايزه تفضي الجو للزفت العريس الجديد؟ انت جاي عايز ايه بالظبط يا عم؟ جاي تتكلم في موضوع زهرة وعلي ولا؟ ولا دياولو. يعني بس الفار لعب في عبي من ساعة ابن البدري ما جالي فجأة ليلة امبارح وقال لي. ايه الحكاية؟ ملعوب جديد بتلعبوه انت وابن البدري علي؟ طبعا، ما هي البت تورث فيا، وانا الحمد لله ربنا كرمني وعوضني عن كل ضاع مني، ودلوقتي بقت مطمع. طب ما هي تورث فيا انا كمان يا عمدة، وانا مش محتاجة العب على حد، لا معاك ولا مع سليم. بس اللي انا عايز افهمه، ايه غرض سليم من الكلام اللي قاله لك؟ بس 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 اهي واضحه يا عين الشمس. ايوه، اللي ينوب البت مني على ينوبها منك كله يصب في جيب سليم البدري، يبقى ملعوب بيلعبوا سليم لحسابه. ايه لسه ما فهمتهاش؟ بتقول ايه يا عمده؟ يعني سليم محرض ابنه؟ ودي عايزه سؤال. لكن لا والله في سماه ما اقولها له ابدا. طب انا مش هتعتع من هنا، انا قاعد لغايه البت ما ترجع، وهخرج ورجلها قبل رجلي.
انجبت؟ هم لم هدومك. ألم هدوم يعني إيه يا بابا؟ يعني تحطيها في شنطة وتقفليها وتنجر قدامي على البيت. يعني هعيش مع حضرتك؟ يا سلام، الله 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 على الزكاوة والمخ المنور. إيه يا أختي؟ عايزك تأنسيني، هتشرف بيكي. يمكن أعرف أصلح حاجة من اللي بوظته بنت السلحدار. وهي موافقة؟ إيه يا أختي؟ موافقة وبصمة بالعشرة. بقولك إيه، همي أنا ما عنديش وقت أضيعه معاكي. أنا هنزل أطفح القهوة اللي أمك بتعملها. خمس دقايق تحصليني بالشنطة على تحت. حاضر. واجي محطة تانية يا زهرة واقف فيها القطر وزقوكي عشان تنزلي. شنطتك في إيدك وهم وراكي. يودوك يمين وشمال زي ما هم عاوزين. اقعدي هناك، امشي من هنا، كولي اشربي البسي سافري، اللي يتقالك لازم تنفذيه. لحد امتى؟ لحد امتى هتفضلي زي القشايه شايلها الريح؟ لحد امتى هتسيبيهم يزقوكي؟ لحد لحظه محدش عارفها غيرك، لحظه هتتقطع فيها كل الحبال اللي شداكي لايديهم. وهتيجي، لازم هتيجي يا زهرة. وادي طاولة الحريفة والشاي على النار. فين يا فاروق؟ سعادة ولا محبوس؟ لا دي ولا دي. نتكلم احسن. ده معناه ان عندك كلام كتير. الو مين؟ ايوه موجود. مين بيتكلم؟ لحظة واحدة. استاذ علي. ايوه يا عم جعفر. جيرانكوا اتصلوا بيقولوا انيس هانم تعبانه. ايه ماما مالها؟ بيقولوا وقعت من طولها مغمى عليها. ماما 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 انيسة ماما رد عليها اعملي معروف. سبحان الله ولا اله الا الله. امال الاستاذ توفيق فين؟ حد يديها له يا جماعه. ناجي راح يدور عليه. وهتفضلوا سايبينها كده؟ شوفوا لها دكتور ولا ندعوا لها الاسعاف. انا هروح اشوف لها اي دكتور. حبيبتي يا بنتي، اضربك ايه يا بنتي؟ ده انا عامله لقمه القاضي وجايبه لها طبق عشان عارفه ان اسم النبي حارس وعلي بيحبها. يا دوب اديته لها في ايدها وقالت لي كتر خيرك يا ام مجدي، وما كملتهاش، لقيتها اتطوحت وعينيها غربت وقالت لي الحقيني يا ام مجدي، وهب يا دنيا راحت وقع في الارض. ايه لقيتوه؟ ابدا يا عم. بعد اجتماع مجلس الإدارة العصرية نزل معايا وقال إنه مروح. أنا رجعت المغربية عشان لجنة الجرد، سألت عليه محدش شافه. هوش يا حواش، هوش يا حواش، أستر عليها يا رب. حصل لست أنيسة أهي يا ولاد. سباسم نعم. اطلعي وخليكي معاها لغاية ما نطمن. عيني يا أخويا، الناس اللي بعديها يا سابع، ألطف بيها وبينا يا رب، ألطف يا رب ألطف. ناجي ما لقيتش بابا توفيق؟ أبدا. اتفضل اتفضل اتفضل. اطلع انت زكريا وطمنا، وانا وناجي مستنيين توفيق فندي لما يجي. توفيق توفيق. ايوه سعاد، في ايه؟ انت اتاخرت يا حبيبي، سابعت 10:30. يا خبر اسود، 10:30؟ انا اتاخرت قوي، الحقيني بهدوم يا سعاد. ودلوقتي اما تفوق نقدر نديها اي حاجة حلوة، عصير، شربات، مية بسكر، اي حاجة لو سمحت. حاضر يا سعادة البيه الدكتور، دقيقة واحدة. خير يا ست مؤامر، الدكتور قال ايه؟ خير يا عم الحاج، ما تتخضش، ان شاء الله خير. هو سعادة الدكتور لسه ما قالش حاجة، بس عن اذنك اخش المطبخ اجيب اللي الدكتور عايزه. بالاذن يا رب. بالاذن. انا جاتلي فكرة، هروح اشوف توفيق بيه عند الست رؤيه والبشمهندس حلمي. انا طلبته هناك ما راحش. استر يا رب يا رب، هات العوائق سليمه يا رب يا رب. ايه عاد هما هيدوها شاربه ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي يا حبيبتي، قومي يا حبيبتي، ساعدينا ساعدينا، يساعدك ربنا. قومي افتحي بقك كده وخدي لك شربه مي. يلا ساعد البيه الدكتور. بسم الله الشافي المعافي يا رب. عظيم عظيم، دلوقتي تفوق وتبقى عاد ان شاء الله. انتوا قرايبها ولا ايه؟ ابدا ابدا يا سعاده البيه الدكتور، احنا بس كده حبايب وجيران. ما جات لهاش النوبه دي قبل كده؟
ابدا يا اخويا، احنا ما سمعناش خالص عن الحكايه دي. الكذب خيبه. فين علي؟ يا صلاه النبي احسن، فقلت يا سعاده البيه الف بركه الحمد لله. ايوه كده يا اختي، سمعي البيه الدكتور صوتك. الف سلامه ليك يا ام علي. ها حسب ايه دلوقتي يا ست ام علي؟ ما جرالي ايه؟ انت بخير يا حبيبتي الحمد لله. رد على البيه الدكتور. خلاص معلش سيبوها دلوقتي. مؤامر ده يا علي خليك. لازم تعمل تحليل كامل للدم وكرف سكر. ايه سكر؟ استنى يا جدي، انت شاكك ان عندها سكر يا دكتور؟ اغلب الظن اللي حصل لها غيبوبة السكر. لازم تعمل التحاليل ونتأكد واديها العلاج. سبحان الله ولا إله إلا الله. شكرين يا دكتور. فضح. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سعالي خش لها يا أخويا بسرعة لحسن، عايزك ضروري. يا ريتني كنت بدالك يا بنتي. ورقة يا ماما؟ ورقة متطبقة حطيتها على التلفزيون ساعة أمك دي ما جت. اجري هاتها بسرعة. وفيها ايه الورقة دي؟ يا سلام يا علي، اسمع كلامي ما تزهقنيش أمها. طيب طيب حاضر هجيبها لك. علي. نعم يا ماما. ما تفتحش الورقة. حاضر مش هفتحها. الورقة يا ماما، ما فتحتهاش. كتر خيرك يا حبيبي. دلوقتي اطلع تشكر للست ام قمر والست ام مجدي وقول لهم اني نمت. حاضر. واسمع يا علي، لما يجي بابا توفيق ما تخليهوش يصحيني. مساء الخير يا زينة. مساء الخير يا زكريا. انت كنت فين يا راجل؟ قلبنا عليك الدنيا يا توفيق. ليه؟ انتوا واقفين هنا بتعملوا ايه؟ اطلع البيت بسرعه يا توفيق. اصل ايه الحكايه ما تفهموني؟ الست تعبت وجبنا لها الدكتور. دكتور؟ توفيق البدر اتغير قوي يا ولاد. سكر؟ ايه اللي جاب لها سكر؟ الدكتور قال كده وهيتاكد لما اشوف التحاليل. لا مؤاخذه يا بابا. ايه يا علي؟ هو انتوا يعني كنت زعلتوا ولا اتخانقتوا مع بعض؟ ابدا يا ابني ما حصلش اي حاجه. لكن ليه بتسال يا علي؟ اصلا انا بهت عليا لما حضرتك تيجي ما خليكش تصحيها. تهيألي كده زي ما اكون ايه؟ مش عايزه تشوفني؟ مش ممكن. ده احنا حتى اليومين دول زي السمنه على العسل. هي بس مش عايزه تضايقني. انيسه؟ انيسه انت نمت بجد ولا ايه؟ انا كنت عايزه اطمن عليكي. انا تعبانه يا توفيق. الف سلامه عليكي. انا متاسف جدا، اصل مصطفى بيه رفعت رئيس المؤسسه كان عازمني. سيبني ارتاح يا توفيق وروح نام مع ابويا وعلي. كلام ايه ده يا انيسه؟ تنامي لوحدك ازاي وانت بعافيه؟ انا كويسه. براحتك. أول ما يوصلوا تخبطوا علي. إن شاء الله في نص الليل. بنت يا زهرة. أيوة يا بابا. إيه ده؟ أنت لسه قاعدة في مطرحك؟ يعني من ساعتها متسمرة هنا والشنطة جنبك؟ أروح فين؟ تروحي فين؟ إيه مش لاقية حتة في البيت الطويل العريض ده كله؟ ولا مش لادد عليكي تقعدي مع أبوكي؟ أنا أقعد مع حضرتك هنا، بس ما تسفرنيش البلد. ما تتشرطيش علي. اقعدك هنا واديك البلد على كيفي. واديك شايفه الولي امك ما صدقت قلت لها هاخد البيت راحت لابده في الكلمه. يعني انت دلوقتي خلاص مالكيش غيري. وانا تحت امر حضرتك، بس اقعد هنا في البيت
ما تبعدنيش عن دراستي وكليتي. دراستك وكليتك ولا النتن ابن سليم البدري؟ ياكشي تكوني قلتي في عقل بالك اني عشان ما فتحتش خشمي من ساعتها اني ممكن اصاهين ولا غطرش. لا داني فلاح وابن فلاحين، اعرف العيب كويس قوي، ولا يمكن اغمض عيني ولا افوت حاجه في حاجه مايله. واذا كانت نظرك الاستحضار خسرت تربيتك فانا غيرها، انا ممكن اربيكي من اول وجديد. يا بابا انا ما غلطتش وما عملتش حاجه وحشه. ما لقيتيش غير ابن سليم يا بنتك يا بنت، ما لقيتيش غير ابن عدوي وعدو ابويا. ودني يا بابا ودني اعمل معروف. ودنك دي عينه بعد كده رقبتك. واوعي تفتكري ان كلمه بابا دي اللي لزقتها لك نازك الاستحضار في لسانك هتخلينا رق ولا هاوت. لا البابا قال جاك بو. اوعدك لو ما سافرتنيش البلد وسبتني اكمل دراستي مش هشوف علي ده تاني خالص. قلتلك ما تتشرطيش علي. انا بترجاك وابوس ايدك ورجلك كمان. اوعي اوعي بنت انت تحلفي على المصحف؟ احلف من غير حلفان. هتسمعي كلامي، الواد ده لا تشوفيه ولا تقابليه ولا تسالك خطب لسانه. حاضر. يلا امشي، خدي شنطتك وروحي على اوضتك امشي. بنت يا زهرة استني. نعم. انت ايه اللي عاملاه في وشك دي؟ البت ما انت حاطه ابيض واحمر. ابدا يا بابا انا مش حاطه حاجه خالص. ايه غريبه يعني، ده رباني كده؟ مالك حلاوتي كده يا بنت؟ يخرب ذوقك. امشي خش نجرع اوضتك امشي. يا سبحان الله البنت طلعت بيضه وحلوه زي امي. جاتك الغم يا وصيفه وانت قاعده في ارابيسي وشكلها شكل وهدان. بس انا ناقص اشيل همك انت اخرى، اشتغل لك دبان يا خيي. لا لا الحكايه دي ما تنفعش، بس برضو ما هو حرام اوديها البلد. يعني عارف ايه اللي كان خلانا نطصف نافوخي واجيبها من عند امه؟ تاني ما بتعلمش. ازاي تسيبيها خدها من غير ما اعرف؟ هستنى لما اخد الاذن من جنابك. دي مهما كان اختي دلوقتي بس بقت اختك، ما انت من زمان مش طايقها ولا عايزها تعيش معانا في البيت. انا كنت صغير ومش فاهم حاجه، دلوقتي كبرت وفهمت. عظيم، انا مبسوطه خالص، وده بقى اللي هيخليني ويشجعني اتكلم معاك بصراحه، على اعتبار انك بقيت راجل ومخك كبير. تكلميني في ايه؟ عادل بدون مقدمات، انا عايزاك تعامل عفت كويس. كويس انك فتحت الموضوع ده، انا عفت ده مش طايق اشوفه ومش فاهم ايه اللي خلاكي. عادل عفت هيجي يعيش معانا هنا في البيت ابتداء من يوم الخميس. يعيش معانا يعني ايه؟ يعني يا حبيبي هيبقى مون ماري. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.